كيف تقوم بصنع مروحة احترافية في المنزل وبشكل مجاني وبأدوات بسيطة جدا لقضاء الحرارات الصيف؟ أولا نقوم بإهدار قارورة أو قنينة بلاستيكية كيفما كان نوعها. نقوم بالذهاب إلى المنتصف ونقوم بتحديدها من هذه الجهة ومن هذه الجهة كذلك بنفس الطريقة. نقوم بإهدار سكين أو أي أداة حادة، ثم نقوم بتقطيع هذه المنطقة ونقوم برميها، ثم نقوم بعمل تقطيع في المنتصف بهذا الشكل. نقوم بأخذ هذه القطعة الدوارة البلاستيكية وباقي القطع نقوم برميها، فيما يلي نقوم بطيها في المنتصف بهذا الشكل، ثم نقوم بتقطيعها في المنتصف وبين المنتصف الآخر نفس الطريقة. كما تلاحظون نقوم بأخذها وجعلها طويلة بهذا الشكل، ثم نقوم بعمل نقطة في الوسط ونقوم بعمل هذه الدوائر بهذا الشكل. نقوم بتقطيع تلك الدوائر ثم الدائرة الأخرى بنفس الطريقة. الآن نقوم بعمل ثقب صغير في تلك النقطة ونقوم بإحضار محرك وكابل USB. نقوم بربط المحرك مع الكابل USB بشكل عادي، كل سلك مع سلك الآخر. نقوم بإحضار شريط لاصق ونقوم بتغليف تلك الأسلاك ونقوم بإحضار ولاعة ونقوم بطي هذه المروحة بهذا الشكل. الآن نقوم بتركيب المروحة مع المحرك. نقوم بوضع القليل من الغراء لكي تلتصق المروحة مع رأس المحرك بشكل جيد. والآن المروحة جاهزة للاستعمال. نقوم بإحضار شاحن هاتف كيفما كان نوعه. نقوم بتركيب رأس USB مع الشاحن، ثم نقوم بتجربته في الكهرباء. كما تلاحظون فالمروحة شغالة. نقوم بتجربتها لإزالة هذه الأوراق، كما تلاحظون فهي ناجحة. الآن نقوم بإحضار قنينة بلاستيكية أخرى من نوع 2 لتر أو أكثر. نقوم بملئها بالماء أو الأتربة، ثم نقوم بإغلاقها جيدا. نقوم بإحضار مثلا هذه القطعة الصوف أو قطعة كرتون، نقوم بوضعها فوق القنينة البلاستيكية، ثم نقوم بوضع الغراء أو الجلو. بعد ذلك نقوم بإحضار المحرك ونقوم بتلصيقه فوق تلك القنينة البلاستيكية بهذا الشكل. ندعها حتى تجف بشكل جيد. الآن كما تلاحظون أصبحت لدينا مروحة احترافية للتهوية لاستعمالها لقضاء حرارة الصيف. الآن نقوم بإحضار يعني شاحن كيفما كان نوعه. نقوم بتركيب الشاحن مع الكهرباء وكما تلاحظون فهي أصبحت مروحة احترافية متنقلة، يمكنك استعمالها في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد. كما تلاحظون فهي شغالة بشكل جيد واحترافية وتفي بالغرض. قمت بإحضار بريكة أو ولاعة وقمت بإشعالها وتوجيهها إلى الرياح التي تنتجها هذه المروحة. كما تلاحظون انطفأت الولاعة بشكل مباشر. كذلك قمت بإحضار قطع الورق هذه وقمت بتوجيهها إلى الرياح التي تنتجها المروحة بشكل مباشر، وبالتالي كما تلاحظون فقد دفعت المروحة هذه الورق إلى الخلف، وبالتالي فهي مروحة قوية وتفي بالغرض. والآن بعدما انتهينا من هذا الفيديو البسيط، أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. رجاء لو أعجبكم ولو قليلا ادعمونا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس للتوصل دائما بأحدث الاختراعات البسيطة، وإلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.